القصص التي نقدم لكم على قناة الحدث ستوريز هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. كثيرة هي القضايا التي تظل راسخة في أذهان من تولوا التحقيق فيها أو تعاطوا معها بشكل أو بآخر، إما لغرابة موضوعها أو لكثرة تعقيداتها وما كانت تنطوي عليه من أسرار. والقضية التي نتناولها الآن واحدة من تلك القضايا. لم يكن الحاج سالم الوردي نكرة في مكناس في ستينيات القرن الماضي، كان من المقاولين المعروفين في المدينة، ولذلك حظي مقتله باهتمام خاص من الرأي العام المحلي. في 20 يوليوز من سنة 1971 كانت حرارة الصيف تنزع إلى الارتفاع المفرط. ذلك اليوم توصلت الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بملف مقتل الحاج سالم الوردي. كان رجلا في 81 من عمره عندما فارق الحياة بينما كان نزيلا في مصحة الراحة، حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال البروستاتا. عثر عليه ليلة 19 إلى 20 يوليوز في سريره وقد مات مختنقا. أسرع العميد يونس البقال المكلف بالفرقة الجنائية الأولى إلى مصحة الراحة، ورافقه 4 من مساعديه المعروفين. بعد معاينة الغرفة حيث كانت جثة القتيل مسجاة على السرير، التقى العميد البقالي بالطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للحاج سالم. أكد الطبيب أن العملية كللت بنجاح وأن الحاج سالم كان سيغادر المصحة بعد أيام على أبعد تقدير، وأن وفاته لم تكن طبيعية، لقد تم خنقه بوسادة كتمت أنفاسه حتى الموت. التقى العميد البقالي بالممرضة التي اكتشفت موت الحاج سالم الوردي، حيث قالت إنها تفقدته بعد 8 من مساء 19 يوليوز، وكان برفقته ابن أخيه علي الوردي الذي أتى به إلى المصحة. أبلغ العميد رؤساءه والنائب المكلف بالمداومة لدى النيابة العامة، ثم باشر الإجراءات الأولى والتي كان من بينها نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات، حيث تقرر أن تجرى عملية التشريح في اليوم ذاته، وذلك على 3 بعد الزوال. وفي انتظار نتيجة التشريح تم استدعاء علي الوردي ابن شقيق الهالك للاستماع إليه، لأنه من أقارب الضحية ولأنه كان آخر من زار الشيخ القتيل. أكد علي للمحققين أن عمه الهالك تبناه صبيا لما تيقن أنه لا علاج لعقمه، جاء به من مدينة تارودانت. كما أكد علي الوردي للمحققين أنه لم يزر عمه في المصحة مساء 19 يوليوز، وأنه ظل في المقهى الذي فوته عمه إليه حتى منتصف الليل، بل أبعد من ذلك. قال علي إن زبناء المقهى شهود على ما يقول. ثم ألم يكن عمه رجلا طاعنا في السن؟ ألم يكن هو وريثه؟ وهذا بالضبط ما كان يردده علي الوردي آنذاك.
للتأكد من كل ما يدعيه علي الوردي، قام العميد يونس البقالي بإرسال اثنين من مساعديه إلى المقهى الذي يديره علي، وأبقى عليه هو معه في المكتب. بعد ساعتين عاد المساعدان وقد توصل إلى ما يؤكد ما قاله علي، ويبقى الآن إعادة الاستماع إلى الممرضة التي ادعت أنها حين تفقدت مريضها الحاج سالم الوردي مساء 19 من يوليوز كانت قد وجدت عنده ابن شقيقه علي الوردي. فقد أصبح لدى العبيد يونس البقالي الآن ما يطعن في أقوال الممرضة، فلديه شهادات متعددة تفيد بأن علي الوردي لم يبرح مقهاه، وذلك حتى منتصف ليلة 19 من يوليوز. لم تكن الأسباب الحقيقية لموت الحاج الوردي قد تجلت بالكامل بعد، ولذلك فإن التعمق في بحث التناقض الجلي بين أقوال الممرضة وما يدعيه علي ويؤكده الشهود سيترك هذا الجانب على الهامش بشكل مؤقت. ولكن الملف لم يقفل، فقد أوكل العميد إلى اثنين من مساعديه ممن التحقوا حديثا بالخدمة مهمة المراقبة الخفية للممرضة التي تدعى سناء الأنصاري، وكذلك لابن شقيق الهالك علي الوردي. وكما كان مقررا في الساعة الثالثة من عصر 20 من يوليوز، باشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الحاج سالم الوردي. أثبتت النتائج أن الرجل مات مختنقا، خنقه قاتله بأن وضع شيئا ما على أنفه وفمه، ولم يعد هناك من شك الآن. فالعميد يونس البقالي وفريقه بصدد التعامل مع جريمة قتل، وكل الأشخاص الذين كانوا يدورون في فلك الشيخ الهالك يجب أن يشملهم التحقيق. فمن الأكيد وجود طرف ما له فائدة من وراء قتل الحاج سالم، ويتعين الآن الوصول إلى ذلك الطرف أو الأطراف. وهنا سيتم تعميق البحث وتركيز التحقيق على علي الوردي للقرابة التي تربطه بالهالك، وأيضا على الممرضة سناء الأنصاري لأنها ادعت أنها رأت علي في غرفة الشيخ وقتا قصيرا قبل أن يكتشف ميتا. أفادت التحريات التي أمر العميد البقالي بإجرائها حول سناء بأنها مطلقة منذ 5 أعوام ولها طفل، وكشف البحث عن أن زوجها السابق طلقها بعدما اكتشف أنها على علاقة بممرض كان يشتغل معها. مع ذلك تضيف نتائج التحقيق بأنها صارت تتمتع بسمعة طيبة، وكان من الشائعات الأخيرة التي تروج حولها أنها مقبلة على الزواج من شيخ ثري. تقول حسابات الفضوليين أنه لن يلبث أن يغادر هذا العالم ليترك لها وابنها ثروة محترمة تكفيهما العوز والفقر طول حياتهما. وعاد بمعلومات حول علي الوردي تقول أنه شاب حسن السلوك أتى به عمه من مسقط رأسه بسوس، وبعد أن أبان عن استقامته وإخلاصه جعله ساعده الأيمن لما كان يتاجر في مواد البناء. ولما تقدم العمر بالعم سالم تخلى عن التجارة في مواد البناء، ولتأمين دخل لابن شقيقه علي فقد اشترى له مقهى أسفل عمارة وشقة في العمارة ذاتها، بينما قام هو بشراء عدة شقق اكتراها لتوفر له دخلا هاما. أكد المحقق أن علي الوردي
لا يغادر مقهاه الذي يعرف إقبالا كبيرا إلا قليلا، حين يذهب إلى شقته في العمارة نفسها. المعطيات التي توفرت للعميد يونس البقالي تبقي على السؤال الكبير مطروحا: من المستفيد من قتل الحاج سالم؟ هل هو علي الوردي ابن شقيقه الذي كان شابا بارا بعمه الذي تبناه وأغدق عليه من كرمه، ثم إنه كان سيرثه؟ ولا تبدو هناك حاجة إلى التعجيل برحيل العم. فضلا عن ذلك، فقد كان العم سالم قد فوض إليه تدبير ثروته وحسابه البنكي، وبشهادة مدير الوكالة البنكية فإن الشاب كان يحسن التدبير. الممرضة سناء، مع افتراض صحة الشائعات التي تحدثت عن قرب زواجها من ثري مسن، ومع افتراض أن الثري المسن هو الحاج سالم الوردي، فإن المنطق يقول أنها لن تجني ربحا من مقتله قبل أن يعقد عليها. فرضيات وأسئلة كثيرة تحيط قضية مقتل الحاج الوردي التي تتخذ الآن شكل لغز حقيقي يتعين حله وكشف أسراره. المراقبة التي لازمت الممرضة لم تأتي بإضافات، بينما سجل الفريق المتناوب على مراقبة علي الوردي أنه ذو أطوار متقلبة، وذلك في تعامله مع زبنائه في المقهى، فهو يتحدث إليهم طارة بلهجة تعلوها لكنة مكناسية لا تخفى، حيث الجيم زاي والشين سين، وأحيانا يحدثهم بلهجة لا تخفي لكنة سوسية تعلو كلامه. تقلبات استوقفت المكلفين بمراقبة علي الوردي، وقد يستنتج البعض أن الشاب يعاني من ازدواجية في الشخصية. أثناء فحص الغرفة التي كان الحاج سالم يوجد بها حتى مقتله، رفعت بصمات عدة، بصمات للممرضة سناء، وأخرى كانت بصمات غريبة عن المحيط المعلوم للشيخ الهالك. كان الفريق المكلف بالتحقيق حول هذه القضية قد أخذ بصمات كل الأشخاص الذين ترددوا على الحاج الوردي في غرفة بمصحة الراحة. البصمة الغريبة لم تكن لأي من هؤلاء. جمع العميد يونس البقالي أعضاء فريقه لتدارس المستجدات وتحليل المعلومات التي تم التوصل إليها. لم يكن في التقارير التي صيغت حتى تلك اللحظة ما يستدعي التوقف مطولا، ومع ذلك فقد استوقف المحققين تاريخ ميلاد علي الوردي الذي صرح عند استجوابه للمرة الأولى بأنه من مواليد 10 مارس من سنة 1946، ولكنه حين أخذت بصماته لاحقا صرح بأنه مولود في 11 مارس من سنة 1946. قد يكون الشاب أخطأ، فالفرق بين التاريخين يوم واحد، قد يكون وقع له نسيان. ومع ذلك قرر العميد البقالي إرسال برقية إلى شرطة أكادير لاستجلاء الأمر، وفي انتظار الرد طلب من مساعديه استدعاء الشاب علي الوردي للاستماع إليه من جديد، لعل ذلك يفتح ثغرة ما تفضي إلى كشف قاتلي أو قتلة الحاج سالم الوردي. أمر العميد البقالي بأن لا ترفع المراقبة وأن لا يقحم المفتش المكلف بمراقبة علي الوردي في إحضاره إلى المفوضية.
مثل الشاب علي أمام العميد البقالي وكان حزينا لمقتل عمه. لم يكن في سلوكه ما يثير الشبهة على مفتش الشرطة الموجود في المقهى الذي يديره علي الوردي. لم يكن هناك من شك يضطره لتقديم تقارير شفوي على رأس كل ساعة. بينما كان العميد البقالي يستمع للشاب علي في مكتبه، توصل بتقرير المفتش المكلف بالمراقبة الذي أكد أن علي الوردي ما زال في المقهى ولم يغادرها. طارت ثائرة العميد البقالي ووبخ معاونيه ونعتهم بالتهاون في تتبع عمل من هم تحت إمرتهم. فكيف يعقل أن يكون علي في مفوضية الشرطة حيث يتم الاستماع إليه، وفي الآن نفسه يكون في المقهى يديره بشكل طبيعي؟ في الأمر ما يدعو إلى الغضب، أليس هذا بصحيح؟ ولكن الضابط المشرف على مراقبة علي الوردي والذي يتبع المفتش الموجود في المقهى إلى مجموعته تلقى القسط الأوفر من التوبيخ، ولذلك تحرك على وجه السرعة إلى المقهى لمحاسبة المفتش الموجود هناك. لما وقف بباب المقهى كانت المفاجأة قوية بل صادمة، فعلي الوردي يوجد في المقهى كما أبلغ بذلك المفتش. كتم غضبه وأبلغ العميد يونس البقالي بما اكتشفه، وطلب من المفتش أن يبلغه بالمستجدات كل 45 دقيقة. لم يتأخر رد مصالح الشرطة في مدينة أكادير، فالبرقية الواردة من مصلحة الشرطة القضائية أكدت وجود شخصين في سجلات الحالة المدنية هما علي الوردي، وهو من مواليد 10 مارس 1946، والثاني علاء المزداد في 11 مارس 1946. وأضافت البرقية أنهما توأمان. فور التوصل بهذه المعلومات أمر العميد بإلقاء القبض على الشخص الموجود في المقهى والذي يدعي أنه علي الوردي وإحضاره إلى المفوضية لاستنطاقه. أحس العميد البقالي أنه الآن على مرمى جواب من قاتل الحاج سالم الوردي. وضع الضنينين في مكتبين منفصلين، وكان العميد البقالي يتنقل بين المكتبين، وقد لاحظ كما نقله تقرير فريق المراقبة أن أحد الشابين يتكلم بلكنة مكناسية بينما تطبع كلام الثاني لكنة سوسية. فاجأهما العميد البقالي وأحدث لدى كل منهما وقع الصدمة حين سأل كل واحد منهما على حدى: من تكون؟ هل أنت علي أم علاء؟ ثم جمع الظنينين في مكتب واحد، وكان مستحيلا التفريق بين من هو علي ومن هو علاء، تشابه كامل في الملامح. وهنا لم يعد من مفر أمام التوأمين. إنها ساعة الحقيقة. لاحظ العميد البقالي أن أحدهما على وشك الانهيار، وفي هذه اللحظة أعلن أنه يريد الاعتراف، حيث قال أنه علي الوردي وأن الذي بجانبه شقيقه التوأم علاء الوردي. وأضاف قائلا أنه لما توفي والدهما كان في 5 من العمر، وأن عمه أحضره إلى مكناس حيث تبناه واتخذه ساعدا أيمن له، بينما بقي شقيقه علاء في قريتهما بسوس مع والدته.
بدا من خلال اعترافات علي أن علاقته بعمه شهدت بعض التأزم بعد أن أدخل المصحة لإجراء الفحوصات لعملية جراحية على البروستاتا، ذلك أن الطبيب المعالج أبلغه أنه سيستطيع استعادة فحولته بعد الشفاء، وكان للخبر وقع قوي على نفسية الحاج سالم الوردي، ولذلك جاء سريعا تعلقه بالممرضة سناء الأنصاري التي كانت تتولى تغيير ضماداته بعد العملية، فلقد وعدها بالزواج. سخرت كل ما أوتيت من أنوثة للإيقاع به، طلبت منه أن يهبها إحدى عماراته حتى تكون مطمئنة إلى أنه جاد في طلب يدها للزواج، ووافق الشيخ. قال علي الوردي أنه استاء لما يقوم به العم وأنه أبلغ شقيقه بذلك وهو ما أغضبه، وقال إن علاء شقيقه أبلغه بأنه يتعين إقناع العم بالتراجع عن مشروع الزواج، وإلا فإنه سوف يقوم بالتصرف معه بطريقة أخرى. يومين بعد تلك المكالمة حضر علاء إلى مكناس وجاء يريد أن يقنع العم بالعدول عن مشروع الزواج الذي يعني بالشقيقين إقصاء جزئيا أو كليا من أن يرث عمهما الذي يوجد في خريف العمر. كان العم مصرا على الزواج من الممرضة سناء، وكان ابن أخيه علاء القادم من سوس مصرا على أن لا يتم ذلك الزواج. أقر علي بأنه كان يعارض خطة شقيقه قتل عمهما، ولكنه فوجئ بمقتل الشيخ. كان يعلم أن علاء شقيقه هو القاتل، ولكنه لم يقوى على الإبلاغ عنه، بل سايره في خطته بأن يتناوب على الظهور في المقهى وأن يلعب علاء دور علي حين يغيب، وكذلك كان. حسب المحققون أن اعترافات علي الوردي ستنهي البحث، غير أن علاء فاجأهم بإنكار ما ورد في اعترافات شقيقه، ولذلك تقرر توسيع البحث حول الشقيقين علي وعلاء وأيضا الممرضة سناء الأنصاري. وهنا تم تفتيش منازل الثلاثة بما فيها منزل علاء في مدينة تارودانت، وهناك كانت المفاجأة. تم اكتشاف رسائل تلقاها علاء في سنة 1970 من الممرضة سناء التي تعرف عليها خلال زيارة لعمه في مصحة الراحة، وهناك وعدها بالزواج. وفي منزل سناء اكتشف المحققون كذلك رسائل من علاء الوردي، وتبين منها أن علاء تخلى عن سناء التي ادعت أنها بالزواج من الحاج سالم إنما كانت تريد به الضغط على علاء لحمله على الوفاء بوعده. أثبتت الوثائق والدلائل التي تم اكتشافها في منازل الأظناء أن علاء بيت قتل عمه، وأن الممرضة التي ارتبطت به من قبل غراميا كانت تعلم. الحقيقة أنها كانت تعلم أن الشيخ الذي يحلم باستعادة فحولة الشباب ولعبها سقط في شباك غرامها. كانت تعلم أن غيظ علاء بلغ مداه وأنه قاتل عمه لا محالة. كانت الممرضة تحلم بثروة الشيخ التواق إلى صبا ولا، وكان الشيخ وهو على سرير النقاهة يعيش لحظات غرام. كانت لحظات غرامه الأخير.
أعزائي الكرام، انتهت حلقة الليلة، ونضرب لكم موعدا آخر في قادم الأيام مع حلقات أكثر غموضا وجرائم أكثر غرابة على قناة الحدث ستوريز. نتمنى منكم أن تضغطوا على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، وأن لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.